شهد مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية الجنوبية معارك كر وفر بين حركة فتح وتنظيمات تنتمي إلى فكر تنظيم القاعدة وتحاول السيطرة على المخيم. المعارك أسفرت عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى، فيما اضطرت السلطات اللبنانية لفتح مدارس في مدينة صيدا لإيواء النازحين عن المخيم. هي معركة تصفية حسابات بين حركة فتح من جهة وتنظيمات ترتبط بتنظيم القاعدة فكرا وسلوكا وهدفا. الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مخيم عين الحلوة في صيدا عاصمة لبنان الجنوبي تحولت إلى حرب تصفيات. حركة فتح قررت القضاء على أولاد القاعدة وداعش قبل أن يتمددوا في المخيم ويعلنوه ولاية في دولة داعش. مخيم العودة، مخيم عين الحلوة، يراد له أن يصبح مثل نهر البارد أو اليرموك، وبعتقد هذه خدمة للكيان الصهيوني لإراحته من الملف الآخر الأكثر سخونة. نحن نقول بأن هذا المشروع لن يمر، أن إذا استدعى الأمر لابد من استئصال هذه الفئة الضالة التي تستغل الدين. هم بعيدين كل البعد عن الإسلام وعن المسلمين. معارك الكر والفر تنقلت بين جميع أحياء المخيم المكتظ باللاجئين الفلسطينيين وحصدت أرواح الأبرياء وتسببت بموجة نزوح للأهالي، وما أن تتوقف الاشتباكات باتفاق على وقف إطلاق النار حتى تندلع مجددا بين الأحياء وسط تصميم طرفي القتال على تصفية الفريق الآخر. لقد بات التعايش مستحيلا بين حركة فتح وتنظيمات القاعدة التي اتخذت من المخيم ساترا تلجأ إليه هربا من السلطات اللبنانية أو تنطلق منه لتنفيذ هجمات إرهابية. أنا بقول إذا استمرت هذه الحالة فآخر الدواء الكي، ولكن يجب أن يكون بخطة أمنية مدروسة حتى لا نتسبب في إيذاء عدد كبير من أهلنا اللي أساسا إحنا انطلقنا لأجلهم. الاشتباكات اندلعت بعد اتهام ساقتها تنظيمات القاعدة إلى حركة فتح بالتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني في اعتقال أحمد الأسير المحكوم عليه بالإعدام جراء الاعتداء على الجيش وتشكيل تنظيم إرهابي، لكنها ليست وليدة اليوم بل هي امتداد لعلاقة متوترة تتقاطع مع مصالح قوى محلية تسيطر على المخيم. حركة حماس حاولت أن تلعب دور الوسيط ونجحت في إقناع الطرفين بالموافقة على وقف إطلاق النار، لكنها ظلت عاجزة عن تنفيذه. الجيش اللبناني بدوره عزز انتشاره الأمنية حول المخيم، فيما تترقب مدينة صيدا نتائج المعركة بحذر. أما بقية المخيمات الفلسطينية فقد حشدت عناصرها للدعم والإسناد. يسود مدينة صيدا مخاوف من نجاح تنظيمات تابعة لتنظيم القاعدة بالسيطرة على المخيم، سيطرة قد تتوسع للسيطرة على مدينة صيدا التي تعتبر بوابة جنوب لبنان. من بيروت، نور أخضر، تلفزيون الكوت.